رسالة تانية برضو بتقول: أنا أرملة ومعي ومعايا بنت، رأيت إنه المذيع شريف مدكور، برضو الناس بتحلم بيه، ايوه طلع من رداء أبيض ومعلق بجوار سريري، وأعطاني ويشة ذهب نقشتها سادة وحلوة ومش خفيفة ولا تقيلة. يعني بصي هقول لك الحقيقه، يعني هو هي هتصاب بحاجه مشابهه، يعني الله يعافيه ويشفيه يا رب، تشابه حاله شريف. شريف ليه؟ عشان الذهب مش كويس؟ عشان طلع من هو هيطلع منها، ده مبدئيا دي بشاره ليه ان شاء الله يطلع منها على خير، دي حاجه. الحاجه الثانيه هي بقى اللي بما اني اعطاها هذا، فمعنى كده انها هتصاب من هذا. ربنا يشفيها ويعافيها، لان الهويشه دي الزينه ودي الصحه لما يديها لها.